أهلا وسهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون، صاحب كتاب القوار لاشورية المعاصرة. سوف نكمل اليوم قراءة القرآن إذن وفقا للسريانية. المهم إحنا الآيات اللي مبهمة نحاول نشوف نغير الحركات أو النقط، وإذا عرفنا ما عرفنا يعني نشوف اللغة السريانية ربما كلمة كتبت خطأ أو هيك، لأنه الأحرف القرآن يظهر أنه كتبت أصلاً بالكرشوني يعني بالأحرف السريانية بالعربي، ثم تم تحويلها إلى العربي، فتم وقع أخطاء في التنقيط وفي النقل وفي النسخ وغيره وغيراته. هلأ إحنا هنقرأ سورة الزمر. الزمر لاحظوا أنه هنا الزمر ما فيش عليها حركات، فأنت ما تعرفش هي الزمر هي الزمر شو هي، ما تعرفش، لكن لازم تشوف أنه هذه الآية هذه الكلمة اسم السورة مأخوذ من الآية 71 إلى 73، فمجبور تروح على هذه الآيات وتشوف كيف حر كيف شكلت. واسم هاي السورة أيضا الغرف، لها اسم آخر سورة الغرف. هنا سورة الغرف، هنا هذه المعلومات تجدوها في طبعات العربية للقرآن، ما تجدوهاش في الكتب الأخرى، في الطبعات القرآن مش مذكورة. هلأ عدد آيات هذه السورة 75 آية وهي مكية، ما عدا الآية 52 و54، هذولا بعد الهجرة. فلما نصل هذول الآيات نشوف أنه تحولت من الميم إلى الهاء، من الميم إلى الهاء، يعني هذا هو أسلوب التعامل تاعي. واضح أظن، يعني أظنكم فهمتم فهمتم النظام اللي أنا أشتغل عليه. لا نشوف هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، واضحة إحنا عملنا عن حلقة زمانات. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. مشكلة الحركات واضح، يعني هنا قرأت تنزيلة، هي برواية حفص تنزيله، ما عليها مشاكل لغوية. لا بس يعني وضح لكم إنه لأنه هذه هي الخط الرسم الكوفي، هكذا المخطوطات القديمة تذكر، يعني ما تعرفش كيف تشكلها كل واحد شكلها. يعني هذا هي أول رسم باللغة العربية بالخط العربي ما الكوفي، هو والحجازي يعني، بس حجازي غالبية المخطوطات هي بالخط الكوفي. أنا أفرجيكم بعد ذلك كتاب يعني مخطوطات، فرجيكم بعدين مخطوطات كيف كانت كتبة. حلو جميل. حتى انتم تقولوا على نور، لا ما عندنا وقت، بس الحلقة القادمة يوم آخر هفرجيكم الخطوط في مخطوطين أو ثلاثة هيك يكونوا على نور. فهذه الآية الثانية، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. ماذا يعني مخلصا له الدين؟ هنا المشكلة، مخلصا يعني يكون مخلص في دينك، ربما إنها فهمت بهذا المعنى، فهمت ممحصا. طب احنا شو يقول القاموس شو يقول هذا القاموس؟ احنا نشوف القاموس لانه ايوه شو يقول هذا مخلصا له الدين. هنا مخلصا له الدين، كيف فهمت مخلصا له الدين؟ يعني لانه فعلا هي مشكله، مخلصا له الدين هي عباره جت في عده ايات، له الدين هي مخلصا له الدين. شوف يعني فقط مشان تاخذوا فكره، هذا هو القاموس، هذا هو القاموس امام عيونكم، مخلصا له الدين. وحتى هاي مخلصا له الدين اجت كمان في ايه اخرى نفس العباره،
مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، فاهم علي؟ فيعني ما تعرفش شو يعني بعني فيها مخلصا، أن شوف مخلصا يعني، فأعبد الله وحده لا شريك له. ما فهمنا مخلصا يعني خلاص اصطفى طاهر، هذا معنى آخر بس مش بالمعنى هذا. مخلصا له الدين أي موحدا له، فهما فاعبد الله وحده واخلص له جميع دينك. كيف يعني خلص له جميع دينك؟ ما فهمنا هلا يا ابونا انت شو تفهم مخلص له الدين؟ انت انا هنا هالايه ما عندي، ما علي من ايات هنا، انا هيك فهمت، قال فاعبدوا الله مخلصا نقطه له الدين، لله هو الدين العدل. هاي حلوه، انا هاي هيك حلوه. إيه لانه شوف شوف هنا المشكله بتركيب الحديث النقطه والفاصل وعلامه الاستفهام غير مذكوره، لانه له الدين، له الدين ربما هاي تجدها له الدين خالصا، ويقولون في آية أخرى له الدين خالصا. شوف حنشوف حنشوف إذا هذه، شوف هاي حلوة، هاي تخريج يعني تصبح الآية أكثر فهما. له الدين أيوة يعني العدل والحق ولله له الدين. أيوة الدين يعني عدل يعني حق يعني حكم. أبونا شوف هي، شوف هنا، شوف هنا، هنا حلو جدا. شو يقول لك؟ وادعوه مخلصين له الدين. بس أنت قلت له الدين، بدها تكون له الدينه. له الدين، إيه له الدينه. مش هيك؟ له الدينه. فهو مخلص له، مخلص له الدين، مخلص له الدين، مخلص له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. شوف مخلصين له الدين، مش له الدين، لا أنا هيك، لأنه بالكوفي ما في تشكيل، فلذلك ممكن تكون هيك. تمام تمام كلامك سليم، كلامك سليم، يعني قراءة أبونا شمعون مو خطأ، مو خطأ، هي محاولة. فاعبد الله مخلصا. أيوة مخلصا، أيوة. يعني بالصدق بالإخلاص بلا. أيوة أنا حكتبها أنا يعني فهمت من. لا أكتبها ليش لا؟ ربما النقطة مخلص. أيوة واضح. لأنه هم القاموس حتى ممحصا له الدين، يعني شو ممحصا له الدين؟ ما فهمناش. يعني الآية اللي بعدها. أيوة أيوة نشوف أهو، شوف شو يقولون يعني. ألا لله الدين، أهو له الدين. يعني كلامك خطأ. الخالص، حكم الخالص هو لله العدل. أيوة ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رجعت كلمة زلفى هنا، مشكلة زلفى، لأنه قر هي زلفى فهمت قربة، فليش التكرار هاي؟ على كل إحنا نشوف شو يقول. إذا حنشوف هنا إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله هنا، إن الله لا يهدي من هو كذاب كاذب كفور. أيوة أيوة هنا فهمت أبونا زلفى، احنا فهمناها، أرجع حكينا فيها، مو ضرورة أقول فيها هلا. بس شوف أبونا المفهوم هذا غريب، لأنه احنا عندنا المسيحيين بقول أنت بتصلي لتمثال العذراء مريم، كل القديسين وهذه القديسين، نحن نقول يعني هم يقربون لله، هيك يقول الكاثوليك خاصة. نعم أيوة، ونفس الشيء هنا يقول
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يعني بهذا المعنى هم ما بيعتبروا، هم ما بيعتبروهم آلهة. يعني ما بعرف، يظهر إن هيك المعنى، يظهر إن معناه هيك. ألا لله دين الخاص والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم. أيوة. هلأ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. مما بس هاي الآية ما لهاش معنى حقيقة. لو أراد الله أن يتخذ واصطفى مما يخلق ما يشاء، مما يشاء. طب بس هذه تعرف هذه ضد اللي تقول الله أحد الله ما يصير، الله ما يصير يكون ولد إلا يكون صاحبة، هذه تتناقض هذيك. صحيح. يقول لا، أن لو أراد الله أن يتخذ ولدا ممكن يأخذ من أي شيء من يعني من الناس واحد يسوي ولد بدون صاحبة. شوف هون يعني بدون صاحبة. أيوة صحيح. حتى مالوش حاجة لصعب. شيء غريب. طيب. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفور. هلا يكور، فعل كور أبونا فهمت بمعنى يدخل أحدهما في الآخر متعاقبين. كور وهنا أبونا كلمة سخ وسخر فهمت بمعنى ذلل، لكن لوكسمبرغ يرى في هذه الكلمة كلمة سينانية بمعنى أبقى. أبقى أبقى أبقى. أيوة أبقى هيش صح عربي جوزاو كلمة صخ صخار صخار ومثلك. أيوة شوف هسه صخار، شوف من وين جاني الكلمة هذه. لا 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 إذا مو بالحيث إنما بالكاف. شخار شخيراث شخار شخار سكر أثملة. هو في كتابه أكيد ذكر أبونا يعني الكلمة السريانية، بس أنا ما أعرف شان كلها، فذكرت اللي موجود بس حأرجع له حنقل إذا اللي عرف أنقله. حركة ممكن من الحركة هاي ولا ما في أبقى شخار شخيرة شخار تشخار صفاق شخيرة رذائل شيبطلان سكر شخار شتى مسعى شكرونا شكورا شكر سكر شكر شكر لا صخر يمكن صعب السين. أوكي صخر أيوة يا. وهي كلمة أبونا سخر استعملت كثيرا في القرآن، استعملت 42 مرة. نعم 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 سكت. هو السخار هي سكر سد أغلق طبق صد منع عاق قطع كتم. ما يساعدناش هذا. على كل نمشي. كل نجل لأجل مسمى. وسخر الشمس والقمر، هنا شوف شو جات يا بابونا. تذكر أستاذ كان غير ما كان جاه جتي هذه، بس كان يقول يلج الليلة في النهار والنهار في الليل يلج. أيوة هنا يكور.
حلو جدا. في مكان آخر قال يلج، يلج صحيح، في ويولج ويولج الليل في النهار والنهار آية أخرى يولج. يلج يلج. هل أبونا القرآن ترجم إلى السرياني؟ ما عندي خبر، ما أعرف. إيه، على كل، على كل، بلكن الله هداك وأتعبك وترجم إلى السرياني. لا لا، ما اتورط هالشكل. ورطة في شي ورطة؟ ما اتورط يعني، ما وبو خاصة اسمك بعد ما شفت انت الشيء اللي عملت انت الكبير هذا. يعني انا عايز اورطك مثل ما ورطه. الورطة مالتك ما اتورط. يعني ايوه، سيبني منها، خليني. عرف في صديق سوري كان يقول يغني: ربي لا تخلي بال هادي، وهادي البال بعث له مرة. ويقول يعني يقول هيك، انا اقول ربي لا تخلي ابونا شمعون هادي، بال شمعون هادي، وابونا شمعون خليه يترجموا للسرياني. ايه طيب، على كل، لا بك طيب، احنا حنشوف بعدين، لا انا حرجع لهذا. طيب، عزيز الغفار، العزيز الغفار، يعني شو ما فهمنا هنا ولا شيء، نكمل الساعة السابعة معلش. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. هذه الجملة لا علاقة لها ب على كلامه، مشكلتنا احنا عايزين اللغة السريانية. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات. هو فهم أبونا في، هو فهمها ظلمات في حالات ومراحل، طعمتها. وترجم الظلمة بكلمة، هذه الكلمة فاهم، طعماتها، وبعدين شاف لها معنى إيه. طعماتها، أيوة، طعماتها، في ظلمات، طعماتها، أطعم طعام 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 أطعم الطعام أطعم حمل طعام فاعل ونقيس وصمت. هذا الأسلوب الخامس أبونا في تعامل. أيوة هذا الظريف وصمت، يعني أصعب شيء، هذا الأصعب شيء تاع صاحبنا. طعام سا حنخلص هنا. طعام سا عزوبة تطعيم القيشان أمر حال، حال خاصة تجربة خبرة. أيوة حال فيها أحوال ثلاثة، حال ها حال من ضمن بمعنى هذه حال. الطعمات حال يعني. أيوة حال، أحوال أيوة ثلاثة. في بعد في ظلمات، يعني هنا في ظلمات ثلاث، هنا 60 خطأ. طيب الحاصلة هنا ظلمات. على كل، طعم طعم طعم، خليك معي لأنه في كلمة أخرى ذكرت بهذا المعنى، طعامه طعامه. شوف أنا فرجيك، هنا خلقا طعامه. طيب هلا، لا حنشوف هنا، يعني انتم شايفين احنا يعني متعبين نفسنا، ابونا شمعون وانا متعبين نفسنا. ايوه، والبحث هيك لازم واحد يبحث. ايوه
شوف هنا هاي العبارة أبونا، شوف هذه الكلمة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هو فهمها بحالته. أن صببنا الماء صبا. لا بس هنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، هو فهمها فلينظر إلى حالته. لأنه وهذه هذه واحد لازم يشوف الإطار اللي جت ما فيه ما هي قبلا بلا وبعدا. إطار أبونا، هاي الآية بلا إطار فعلا. كلا كلا، يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وبعدين إن صببنا الماء صبا، بس ما لهاش علاقة فيها بالكلام هاي. اوكي فهل هل هل طعام تعني بالسرياني؟ هل أكلناها؟ هل أنا أكلناها؟ قلناها إذا هي طعمت في إحدى المعاني هي حال سريانيا أيوة سريانيا حالته. حال الفضة عشان اسمع طعم طعمت طعمت أيوة شيء أيوة ايه ابونا أيوة والطاء ساكنة طبعا ايه طعمت ايه طعمت صح ايوه حلو جدا. اذا هلا نكمل ابونا، نكمل. احنا اذا احنا كنا في 59 59، يعني انا انتقلت هناك 59. طيب وين وين امشي امشي بعد 51 المشكلة؟ انه هنا مش بالسهل واحد يتعامل. 59 هنا 60 55 ايوه هنا 50 بس وصلنا تقريبا. نعم ايوه صح. لا الآية الخامسة، احنا كنا في الآية الخامسة. صح اذا خلق شو هاي؟ يا الله يا الله، هي هاي مو كبير كبير النص، النص كبير نص كبير. طيب طويل سنة في الجوع. ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. تصرفون واضح، احنا شفنا عدة مرات ما لنا حاجة فيها. تصرفون يعني عن الحق، أظن يعني فيها أنا تصرفون. نشوف لك إياها إزاي فهمت هذه الكلمة أبونا. تصرفون شوف لك إياها. أيوة تصرفون، معاني الكلمات تصرفون. أيوة تصرفون هنا، فكيف تعبدون معه غيره؟ يعني تصرفون عن شو اسمه، وما بيعطي المعنى اللغوي. طيب فأنا يعني كيف تبتعدون عن عبادته؟ كيف تبعدون عن عبادته؟ اعدلوا. هل يمكن أن تعطي معنى تتصرفون؟ ممكن تصرفون أيوة، بس هي فهمت بالضمة تصرفون، بس هو ممكن تصرفون تتصرفون أيوة. حلو حلو، ممكن تتصرفون يعني فأنا كيف تتصرفون؟ فأنا تتصرفون؟ قد تكون تتصرفون أيوة. هلا قد تكون تتصرفون، ممكن تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب نكمل ما مالنا فيه. وإذا مس الإنسان ضر، شوف كيف يتبه ضر. طيب هنا سيضر، دعا ربه منيبا إليه، منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله،
قل لا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهم علي؟ يعني فيش رحمة. طيب ما مشكلة. هلا هنا شو الكلمات اللي احنا عليها مشكلة؟ هنا 98 انا اظن هي اللي لازم اغير ربما الآلة تاعتي الفارة، لازم اغير الفارة ربما. اصحاب النار هنا المعذرة، منيب راجع إلى الله، نابة آبة يعني من آبة أيوة آبة راجع، أنداد معروفة قلناها أوثان، يدل عن سبيله. قل تمتع، هو قل له تمتع، إن هو كفهمت إنها ناقصة. تمتع بالسلامة من العذاب في زمن كفرك، هو فهم كذلك. تمتع بالعذاب إنك تمتع بكفرك، يعني بزمن كفرك، هيك فهم. طب الحاصلة واضحة ما عندناش. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي هذه ناقصة، هذه طبعاً ناقصة، ما في جواب الشرط. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب، هل هنا عندنا بعض المشاكل. قانت، فعل قانت أنا الليل 49، كانت فهمت أبونا خاضع. هل عندك كلمة سريانية تساعدنا لفهم هذه الكلمة بإذن الله؟ لينار لينار لينار. أيوة. نشوف إذا في يعني اللغة السريانية احتفظت بمعنى اللي يساعد للفهم. بالتاء ما في قناة، ولكن في بالطاء قمط، وهو ومعني يعطي يعني في بالدال أيضا قناة، بس ما تفيدنا، ولكن بالطاء ممكن. بالطاء خائف، فزع، يعني هاي حلوة. قانع. أيوة. طب إحنا نشوف كيف هم فسروها أولا. قانت. إحنا صلاة القنوط تقال عنها عند المسلمين، صلاة القنوط قانت. احنا هنشوف كلمة قانت، كلمات القرآن قانت. نشوف قانت هنا أبونا، شوف هذا وجعت هنا. قانت يقنط، ومن يقنط منكن لله يقنط. يا مريم اقنطي لربك، قال اقنطي. أيوة. قانت أنا اللي خاضع، خاشع، عابد لله تعالى. لزوم الطاعة مع الخضوع. أنت شو تقول لي في السرياني إذن؟ يقول معناها إحنا يعني السرياني قلته يعني خائف أو متقي، يعني نفس المعنى ما لا حاجة. طيب حلو جدا، نفس الشيء. قل هل يسأل يعلمها، ما عندنا مشكلة فيها فعلا.
أولو الألباب يعني أصحاب الألباب، أصحابه. هو كيف كان مفسرها صاحبنا أولو؟ أولو. أولو يعني على كل، يعني حرجع لها كيف فسرها أستاذنا أولو. وأصحابه. أصحابه. انظر انظر، فسرها أستاذنا أستاذة. طب سكر الكورس. أيوة هلأ نكمل. فقط للي يشاهدون، إحنا نأخذ ملاحظات لأنه هذا لتحضير الطبعة الرابعة للقرآن، يعني هاي كلها ملاحظات حتيجي للطبعة الرابعة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ربكم هلأ نقطة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. هنا ما لهاش في الواقع، ما لهاش علاقة مع الآية. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأرض الله واسعة ما لهاش علاقة، المعذرة. على كل نحن ما احنا ما 70 عبارة. هذه الجملة دخيل العلاقة بما سبق وتبعها. وأرض الله واسع ما لهاش علاقة، لكن مش مشكلة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. رجعنا مخلصا له الدين، أيوة يعني مخلص له في الدين، ربما يعني بهذا المعنى. مخلصا له الدين 71، مخلصا يعني ممحصا، رجعنا لممحصا. يعني شو ممحصا؟ ما فهمت انا، بس هذه القواميس العربيه هي المفتش اللي يفتش اللي محص محص. ايوه محص امتحن. ايوه منيح، بس ما 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 ما, ما تعطي معنى. ما تعطي امتحنا له الدين امتحنا. ايوه هنا فشكه. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. طيب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب منيح، هذا واضح. قل الله أعبد مخلصا له ديني، رجع مخلصا له ديني، يعني مشكلة. مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، يعني إن الخاسرين هم الذين خسروا، بهذا المعنى. واضح واضح المعنى. طيب هنا يعني ارتفع لهم من فوقهم ظلل من النار، ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كملها هو من تحتهم ظلال من النار، نفس الشيء، من فوقهم نار وتحتهم نار، يعني بهذا المعنى هو فهم هيك. فوقهم نار بمعنى ايش؟ ظلال يعني اشياء، يعني حلو جدا. هاي ظلال، ايوه اعطينا ابونا اذا في كلمه سريانيه ساعدنا. ظلال من النار، ظلال، معقول انه يظللوا بالنار؟ هنا المشكلة. صحيح كلامك سليم، أيوة ظلل أبونا. هنا عندي هنا القاموس كله. شوف ظلل من النار يعني دخان ولهب من فوقهم ومن تحتهم، ظلل يعني. بس كيف يعني ظلل من النار صارت هيك؟ هو شوف يقول يعني هو أكثر من الفي،
الظل يعني أبونا اقعد في الظل يعني اقعد في الفي. بس تعرف هون طلل يعني ستر حجبة. أها حجاب من نار وفوقه يعني غطاء من نار وتحتهم غطاء من نار. مش هيك؟ أيوة. اعطيني الكلمة السريانية أبونا. طلل الجذر هو طلل جذر متعدي طلل. أيوة. ستها يستر طلل. أيوة. لام الأولى تحتها كسرة وشد شدة. كسرة. أيوة. تعني. تعني ستر حجبة. ستر حجبة. سريانيا. سريانيا. نعم. سريانيا. هاي أوضح. هاي أوضح. مش زلال. أيوة. هلا احنا هنشوف شو ظلل لانه هناك شوف هل ينظر الى ياتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام ظلل وتع ظلل وظللناهم هنا ظللناهم يعني غطيناهم عليهم الغمام ظللناهم ايه ظللناهم حلو قالوا نعبد اصناما فنظل هاي غير شيء قد وإذا غشيهم موج قد ظلل واضح هذا هو المعنى يعني كستار مش هيك موج قد ظلل يسترهم يحجبهم أيوة قد ظلل هنا شوف قد ظلل أي كالجبال والغمام يعني يغطيهم غطى أيوة. غطى أيوة ستر أو حجاب أو غطاء مش هيك غطاء أيوة حجاب ستر حجاب غطاء غطاء المعذرة هاي أزبط أنا أشوف إن هاي أزبط غطاء غطاء وأوضح أوضح الكلمة يعني شو أنا أقول إنه يعني اللغة السريانية احتفظت بمعنى ربما قواميس نحن ما أخذت فيه فهنا وما إنه اللي كتب القرآن ذو ثقافة سريانية استعمل أفعال كانت تستعمل في زمنه بس ما عادش تستعمل في زمننا أو نسوا فيها في موام طيب هو كذلك يعني إنه يعني هو لم يخترع وفقط هذه الكلمات كانت أمر طبيعي أمر جارية عندهم والذين أو حتى على الأقل في ثقافته هيك يفهمها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الآية مش كاملة بتكمل بالآية اللي بعدها طب هنا الطاغوت أبونا هنا هذه الطاغوت احنا ذكرناه في مكان اخر الطاغوت يعني اللي يضل الطاغوت هو الضال او المضلل المضلل أيوة. مش الطاغيه مش بالمعنى الطاغيه اليوم الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب شوف هاي غريبه الذين يسمعون القول فيتبعون احسنهم الله بيقول لموسى خذ الكتاب وأمر جماعتك أنهم يتبعوا أحسنه يسمعون القول فيتبعون أحسنه يعني أنه مو تسمع كل الكلام أنك تختار الأحسن فهم علي؟ هذه على فكرة أبونا من هنا جاءت نظرية الاستحسان كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية الاستحسان فهم علي كأستاذ أصول الشريعة ضرورة أقول الحكي هذا لأنه الاستحسان هو أحد مصادر يعني إذا خيرت بين حالتين فتختار الأحسن حلو إذا الشريعة تسمح لك الاثنين تختار الأحسن جميل طيب. إيه
يعني فقط مشان واحد يعرف شو هاي، من وين جت هذه الفكرة. أفمن حق عليه كلمة العذاب، هنا ناقصة الآية، ناقصة. أفأنت تنقض من في النار، غريبة يعني هاي الآية ناقصة. أنت هتقول شوف كيف كملها المنتخب، أفمن حق عليه كلمة العذاب تستطيع أن تمنعه، أفأنت تنقذ من في النار. أيوة صار لها معنى، صار لها معنى. أيوة هاي برضو أنا هشوف لك أبونا كتب التفسير كيف الجلالين عملها، لأنه هذا مهمة، هذه كتب التفسير. أنا هشوف كتب التفسير الجلالين كيف كمل هذه الآية، لأنه هذه مشكلة. أفمن حق عليه كلمة العذاب، جواب الشرط ناقص، واضح أبونا؟ مش هيك ولا أنا بتعلم؟ نعم. كان لازم يقول الذي حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه من النار؟ يعني انت خدت هيك كمان يعني اقول هيك، لو كانت تفسير كامله، يعني ما كان في حاجه الى ان نقول نفتش وراء شو يسمي. ايوه الذي حق عليه، يعني ممكن يكون هيك كمان يكون. فبالحال هاي ما تكونش الآية ناقصه، فالحالة هاي ما تكونش ناقصة. شو ناقصة؟ بس إنه 39، أنا حنشوف الزمر هنا عندنا الآية 19، نشوف إزاي هو فهمها صاحبنا. الجلالين أعرضها. شوف شو هو يقول لك، هذا هو. فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هنا يقول لك فحق عليه، أي لأن جهنم هاي كلمة العذاب، أفأنت تنقذ تخرج من في النار، جواب الشرط. وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر والهمزة للإنكار، ومعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. يعني هم شافوها واقفة، هم بذلك يعني مو أنا. هي كانت تكون أحسن، أفأنت تنقذ من في النار الذي حق عليه العذاب. أيوة هاي بيكون مضبوطة بالحالة هاي، لكن أي صحيح ممكن هيك، بس وضع الجمل واحدة قبل الأخرى هذه هي مشكلة فعلا مشكلة. أنا لازم مشكلة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله، ليش مش وعد الله؟ هي مش وعد الله، هو وعد الله، وعد الله كان لازم يكون مش وعد الله. على كل ما مشكلة، الله بعين مثل ما يقولوا. شو نعمل؟ لأنه مشكلة هنا فعلا، كيف وعد الله؟ لا إله إلا الله. أيوة. ألم ترى، أي فعلا مشكلة يا أبونا، يعني ألا هنا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. مش كيف سلكه؟ هيك يقولون سلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هنا أنا أعطيت عنه آه
مصفرا ومصفى طيب هنا هيج ييبس في أقصى غايته. فهمت هيج أبونا ثم يهيج. كيف يعني يهيج؟ كيف صارت ييبس؟ حطام هشيم يابس يهيج. هل أبونا عندك كلمة في السرياني؟ لا، يهيج اللي تساعدنا ربما نفهم هذه الكلمة، لأنه على كل يا إخواننا المشاهدين، إخواننا المشاهدين، هل عندك يهيج يعني ييبس في أقصى غايته؟ شوف أبونا نفس الآية تقريبا جت في سورة الحديد الآية 20، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هناك يقول ثم، هنا يقول ثم يجعله حطاما. يعني هلا يهيج يقول ييبس في أقصى غايته، هنا احنا يعني نقلها عنهم. طيب يهيج هنا ذكرها أبونا درايز بالإنجليزي. طيب ييبس، بس يهيج ما في شيء، بس ما في شيء يهيج ييبس. كيف يهيج ييبس؟ هاج يهيج يعني أنا أقول إنه يعني يصير أخضر وحلو. إيه هذا هو المعنى العكس. المعنى العكس أنا هيك فهمت أيضاً. الشيء كابونا. أيوة. تراه يعني الخضرة مصفرة زي ذكرى. ثم يهيج الجلالة ذكرها ييبس. طب كيف؟ لا بصراحة أنا مش فاهم يهيج ييبس. وين صارت بالتاريخ يهيج ييبس؟ يهيج يعني إنه يكبر وهاج. أيوة. يهيجه هذا بهذا المعنى سريانع. أيوة شوف للسرياني شو يقول لك. أيوة. لأنه هنا السرياني هجاء غام هي دور حول هجا هذا فكر تأمل درس فما عنده أي اسم حرك حرفا عاجل اللغة هجا قدح. أيوة علاقته باللغة ما على أنا حشوف الكلمة هيجة هيجة طيب شوف اشتد فهم اشتد معنى هاج يهيج تحرك بعنف هنا هاج شوف هاجت الأرض ذكر هنا هاجت الأرض يبس بقلها وبهاجت السماء تغيمت هاجت الإبل عطشت هاج الإبل حركها في الليل هاج البحر اضطرب هاج الفحل هدر اشتهى الضرب هاجت الحرب بينهم اشتعلت هاجه الشيء أثاره هاج النبجاف هاج النبات هيجا جف ويبس واصفر هاجت الأرض هيجا وهيجا يبس. طب مو معقول مو معقول شيء غريب إيه المعنى وعكسه المعنى وعكسه يعني يا أخي يا أخي أنا أبونا أنت ما تعود تقول الله يساعدك نعم الله يساعدك إيه كيف الترجمة أخواني ما يصير في أنا ترجمتها بالفرنسي لأنه هيك تفهموها بوي السفان السفان يعني يذبل بس مش هيك ما هو شو يقول المسيح عن الزرع يقول إنه سليمان في عظمته لم يكن يلبس مثلها أو شو لا أشياء شو يقول العشب قد يبس شو يقول الأشعية شو يقول الأشعية تعرف ذكر أبونا أنا جبلك إياها أبونا شفت ثقافة المسيحية بتخرج بتطلع على تطلع على السطح أشعية
العشب قد يبس، العشب قد أشعيا، كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب ذبل الزهر لأن نفحة الرب هبت عليه، يبس العشب. أبونا هلا دورك، هلا دورك اليوم. قول. يومك يا ابو العز، العز قول قول قول. العز اطلب اتمنى يلبك لاصحابه يوم الغاب. طيب أسد الغاب مرة غاب تحمي الغاب بغيابه. عيش 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 عيش. هلا أشعياء 40 آية الثامنة. 40:2. أيوة. ميم بث يهيج. هل ميم بث ميم بث. أيوة. ميم هاي ميم ألف ميم. لو بلبا دورش لم أقرأ ولا مطل دثمليث حيلة وصواذ بحطيثة قبل من إيد مريا أعفت خلوه نحطاه. 40 آية الثامنة. إشعياء 40. لا أفرجك إياه هنا. أشعياء أشعياء أشعياء. لكن هون والبداية بداية الفصل يقول بياء وبياء العمى، يعني عزوا عزوا شعبي. لا أربعين أربعين هو يقول ثانية واحدة يجوز هو هيك ثانية واحدة. أيوة أيوة عزوا عزوا شعبي يقولوا إلهكم يقولوا أيوة إلهكم. 40:8 لابس الدشاس واملأوا شوف هنا يبش هتصير بسمليز حيلة وصواث محطيث لا عير هتصير لا 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 صواث لا هي يعني يعني امتلأت أو يبست بالخطيئة أو امتلأت وصواث بحطيثة خطيئة قبل لا هي ما يتكلم عن يبوس عن يب عن العشب العشب اي العشب يبس او حتى السابعه لا السابعه يبش نيرة نعم العشب يبش يعني يبس يبش احنا كمان بالعبري يبش ايوه يبش عميره وحمى عبيا وحمى ال 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 الأشتود عبيا عبيا يعني حشيش أيوة عبيا أيوة روح مريا نجبت به لأن روح الرب نسمت بفيه فيه أيوة فيه أخنا عميرة عمها هكذا هو عجب هذا الشعب أيوة 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 إيباش. إيه بش ما هي هيج هيج أيوة مش هيج يبس على كل أنا حكي بابونا يبج يهيج أنا لا أفهمها يبس أنا لا أفهمها لا أفهمها يبس دبروا حالكم أنا لا أعرف لا أفهمها يبس حلوا عني حلوا عني حلوا عني أنا ما أفهمها يبس أنتوا تفهموها يبس أنا ما أفهمها يبس طيب أنت حرين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه هنا كمان ناقص الآية ما في جواب الشرط أيوة على كل فويل للقاسية قلوب للقاسية قلوبهم من ذكر الله من ذكر الله نعم أستاذ جاري جت لي فكرة أفمن أفمن كثير جتي أفمن إذا نحن نقلبها إلى سرياني تصير وأيضا من أب من أف من أف من ممكن تقرأ أف من
ومعناها أيضا الذي. ما هو أيضا الذي أي أيضا الذي شرح أيوة الله صدر الإسلام فهو على نور. هو على نور. والسابقة، الآيات السابقة أيضا اللي كانت تبدأ بأفمن أفمن، واللي تقولون أنه ما في جواب الشرط، وين الشرط؟ لأنه تمام تمام الظاهر مو تمام شرطية. تمام بس هنا شوف، شوف كيف أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور ربي كمن طبع على قلبه. من نفسه جابها هذه، يقدر يجيب شو ما يريد. طيب هذه حلو حلو اكسابوندانسي حلو، كورديس هذه. ملاحظتك منيحة. طيب أفمن بالكسرياني اف اف طور من روحك، طور روحك شوي شوي سريانيا. أف من، أف أف من، أف من تعني تعني أيضا الذي. أيضا الذي. هنا الجملة ليست ناقصة، وليست شرطية طبعا. ليست شرطية، وليست حلو جدا. هذا حلو جدا، لا لأنه بطبيعة الحال كيف تتهم النص أنه ناقص إذا كنت في إمكانية لفهمه. أفمن أفمن ثم من شرح الأرض فهو على نور من ربه. ايوه، فاذا ما في زحمه، لو تخلي سكون على الفاء حتى واحد لا يقراها افا. من فتحة، واضح واضح. حتى لا يقراها مين. ايوه اف من تعني ايضا الذي، اعني ايضا الذي. شوف لو نرجع للآية الآية اللي السابقة اللي بعدها كانت أفارم عليك، تبدأ، أفارم شوف عليك. بلكي نفس هذه تعطيه لم ترى هنا قبلها، وقبلها اللي كانت تبدأ بالأفما أفما أفمن، كان في آية أيضا كانت أفمن أفا، هذه أفمن حق عليه كلمة العذاب، أيضا الذي حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الدار. أيوة نشوف. أفهمان أنا شوف لك، شوف الشيء، خليك معي. نعم. أفهمان أنا حشوف لك أفهمان كم مرة أجت. أفهمان إيه أنا أفهمان هنا أفهمان كلمات القرآن، كلمات القرآن حلو جدا، هاي ملاحظة ممتازة جدا. أوه يا نهر أسود يا نهر مطين، شوف أبونا، شوف كم مرة أجت أفمن. أفمن بس ممكن مرات هي تكون، ممكن تكون سؤال أفمن، أفمن هل من، ممكن في هل بعض المرات، بس هنا ما ممكن تكون هل من، لأن أفمن يعني هل من طيب سؤال. أفمن طب نكمل نشوف 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 حلو جدا حلو جدا. طيب هل نشوف هنا أفمن ايوه وقد تعني ايش كمان هل من، هل من من وقد تعني هل من. طيب يعني طيب منيح منيح، هاي كويس كويس. فمن افمن افمن احنا نشوف افمن 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 البحث أفهم أنا.
أنا أشوف لك تلمذة. لا مش هنا، يا الله يا الله، لا مش هنا مش هنا يا رب. أفمن نور نفسي صفحة القرآن. أفمن أبونا، أفمن هنا يذكر إنها جت 17 مرة. أنا حكتب هنا، أكتب هذا الأمر. طيب هل حكتب 18 مرة؟ جاءت 17 مرة، جاءت 17 مرة في القرآن. حلو هيك. بعدين أنا بروح على كل كلمة وبشوف شو ممكن يكون معناها. هل من أو أيضا؟ أيوة فارم عليك، عم بفارم عليك. نشوف إمتى ممكن نوقف، لأنه مش لازم نطول عليك. هيك طيب هلأ نشوف. نكمل للآية 27 معناته. كمل للآية 27 بعدين نوقف. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هاي عبونا ليها مشاكل. متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إلى تلين من ذكر الله، مش إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له هاد. طيب هلا مثاني 83 هنا، هنا مثاني ميم. هاي نرجع إلى الآية، هذه الآية. طب إحنا لما نصل لها نتكلم عنها، ها ولا أو نوقف هون؟ نوقف هون، نوقف هون، نوقف هون. طيب هلا 22، لأنه هنا إلى 22 يكون أفضل أصدر إلى 22، لأنه بعدين نغلب. طيب أنا سوف 22. طيب المشاركة أبونا أنا أشكرك، يعني فعلا كان مفيدة هذه الحلقة. قرأنا 22 آية، حلو جدا، إلى 22. طيب وحنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إذن سورة الزمر. إخواني لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة، واكتبوا ملاحظاتكم لأنها تهمنا جدا. إحنا يهمنا جدا. أنا أقطع هنا ونرجع بعد